هاني تحبين أهل السنة والجماعة الحقيقيين، تحبين المزيفين، لا أدري ليش يا أم هاني. ما فهمت أبو عائشة شعلت. أنت لا تحبين أهل السنة والجماعة الحقيقيين، تحبين المزيفين. أي نعم، ليش في مزيفين وفي حقيقيين؟ الذي يثبت على منهجه ومذهبه ولا يغيره مهما كانت الظروف. معاني لحظة، المشاهد يريد يفهم. أخ أبو عائشة، أنت أصلي لو مزور؟ خلينا نشوف أنت شنو. من أهل السنة والجماعة الحقيقيين الذين ينزلون الله أصلي ويثبتون ما أثبته الله بنفسه ويثبته لرسوله. تفضلي أختنا معاني ويقول لك أنا أصلي. تفضلي. في مثل عنا باللبناني بيقول ما حدا بيقول عن زيت وعكر. يعني طبعا بدك تقول نحن من أهل السنة الحقيقيين. في منتصف الجبل.